اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. الحياه، جلسه للبرلمان العراقي لمناقشه الانتخابات، ورئيس الحكومه ينفي تهديدات تعرضت لها المفوضيه. القدس العربي، مفوضية الانتخابات ترفض الفرز اليدوي ودعوة كردية لمقاطعة جلسة البرلمان الطارئة. في صحيفة العرب اللندنية، مفاوضات ما بعد انتخابات العراق تكشف عن انعدام الثقة بين الشركاء السياسيين. في العربي الجديد، قمة إسطنبول تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين لفلسطين. في الخليج الإماراتية، تحدوا عراقيل الاحتلال 120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى. الشرق الأوسط، انفجارات ضخمة بمطار حما العسكري وسط سوريا. المستقبل، اللبنانية باريس تجمد أصول شركات بتهمة تطوير أسلحة كيماوية للأسد. أن تتخلى إيران عن هيمنتها عن العراق فذلك أمر ليس باليسير. إلى وقت قريب كانت إيران مطمئنة على مستقبلها هناك، فهي التي تحكم مباشرة من خلال نفوذ قاسم سليماني المطلق، لا من خلال أتباعها ومريديها ومريدي الولي الفقيه ممن أوصلتهم الديمقراطية الأمريكية إلى السلطة. فاروق يوسف يقول في صحيفة العرب اللندنية إن معظم الممسكين بمفاصل الدولة العراقية يتحولون إلى خدم صغار في حضرة المبعوث الشخصي للولي الفقيه الذي لا يعرف إلا لغة العنف والاستقواء بالسلاح وعرب العملية السياسية في العراق، وهو رجل التسويات والمصالحات والاتفاقات والصفقات المريبة. كانت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة صادمة لإيران، وبالأخص في ظل ما ينتظرها من أوقات عصيبة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وما يمكن أن يتبع ذلك الانسحاب من تطورات سلبية قد لا تنحصر في الجانب الاقتصادي. لذلك فقد كان حضور سليماني إلى بغداد ضرورياً من أجل تدارك التداعيات التي يمكن أن تنتج عما أسفرت عنه الانتخابات من هزيمة للتيارات الموالية لإيران، والتي كان النظام الإيراني يراهن عليها من أجل إبقاء العراق ساحة مفتوحة لأي صراع محتمل مع الولايات المتحدة، إلى جانب تلك الساحة المفتوحة في سوريا لأي صراع محتمل مع إسرائيل. منطقيا فإن إيران إذا ما خسرت العراق فإنها ستخسر جزءا من زخم وجودها في سوريا. لن تكون هناك طرق للإمداد، ولن تكون هناك ميليشيات طائفية عراقية، ما يعني أن أي حرب محتملة ستقوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما سعى النظام الإيراني جاهداً على العمل على استبعاده من خلال مليارات الدولارات التي أنفقها من أجل إنشاء ميليشيات دربها، لا لكي تكون ظهيرة في حرب محتملة، بل واجهته في تلك الحرب. الكاتب يرى أن ما أفضت إليه الانتخابات البرلمانية في العراق يرمي كل الآمال الإيرانية في سلة النفايات. لقد حدث ما لم يتوقعه عراب العملية السياسية في العراق سليماني حين انهدم البيت الشيعي السياسي الذي بنته إيران بطريقة لا يمكن أن يكون معها لترميم النافع. حذرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية من احتمال أن يعلق العراق في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أشارت نتائجها الأولية
إلى تقدم مقتدى الصدر المعارض لتدخل طهران وواشنطن في شؤون بلده. الصحيفة قالت إنه كانت الحكمة تقتضي أن يفوز حيدر العبادي رئيس الوزراء، وذلك كمكافأة له على هزيمة تنظيم الدولة. وكان من المتوقع أن يحظى عهاد العامري قائد فصائل الحشد الشعبي بجانب من تلك المكافأة بأن يحل في المركز الثاني في الانتخابات، وحتى نور المالكي رئيس الوزراء السابق الذي همش سياساته الطائفية الأقليات السنية والكردية كان يتمتع بفرصة مدعوما من حزب الدعوة وكذلك من إيران. لكن مقتدى الصدر هو الذي جاء في المركز الأول، يليه العامري ثم العبادي، وذلك في صدمة لشرعية إيران ووكلائها. وتشير الصحيفة إلى إيران لن تتخلى عن سيطرتها على العراق، خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى غربية في عام 2015. وقد توجه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد في محاولة لتشكيل تحالف بالتعاون مع العامري والمالكي. وتحذر الصحيفة من أن السعي لنيل المزيد من المزايا لفصيل بعينه بدلا من تحقيق المصلحة العامة والطائفية بدلا من تداول السلطة سيفتح الباب أمام عودة تنظيم الدولة إلى العراق. وتختم الصحيفة البريطانية افتتاحيتها بالقول إن الولايات المتحدة وإيران حاربتا على الخط نفسه دون تحالف في مواجهة تنظيم الدولة، وبغض النظر عن شدة العداوة بينهما ينبغي عليهما البقاء على الخط نفسه وراء استقرار العراق الذي يجاهد ليظل على قيد الحياة. كشفت وقائع الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت يوم 12 من هذا الشهر أن الإعاء الذي يعاني منه العراق هو إعاء تغذيه كيانات سياسية وشخصيات عامة ومواطنون يمثلون الرأي العام العراقي. وإذا كان البعض يقول إن وراء كل مشكلة تصيب بلدا توجد مؤامرة مصنعة، فإن من المنطق التشخيصي القول إن الإرهاق الذي يعاني منه العراق وراءه عراقيون، سواء كانوا عملاء بنزاعات طائفية أو مناطقية أو إثنية. ومن الخطأ الجسيم أن نستبعد المواطن من المسؤولية في ذلك الأمر، هذا ما أشار إليه عادل سعد بمقاله في صحيفة الوطن العمانية. كيف يكون سياسي أميناً على بلده وهو يتوعده بالويل والثبور والحرب الأهلية لأن نتائج الانتخابات لا تلبي طموحه بالفوز كمجموعة سياسية وكأشخاص؟ وكيف يمكن أن نفهم أن البعض استخدم السلاح في احتكاكات وعروض مسرحية للقوة الغاشمة لمجرد أن الكيان المنافس له حصل على أصوات أكثر منه؟ وأي رأي عام عراقي هذا الذي يصف ما جرى بالكارثة ويهدد البعض باكتساح مدن ومقرات وحقائق لمجرد أن مصوتين لم يمنحوه أصواتهم؟ ليس صحيحا أن نقول إن الانتخابات البرلمانية العراقية بالنسخة الجديدة كانت نزيهة ولم تحدث فيها خروقات تمس القيم الديمقراطية التي ينبغي أن تسود، ولكن ليس من الشرف ولا من المروءة الوطنية أن يخسر أحد فرصته ويجعل فوزه معادلا في الربح لوجود الوطن، وإلا فإنه يدعو إلى التشاور ولو بلغة الشتائم. ثم كيف يستقيم المنطق السياسي حين يريد الجميع الفوز ولا يتحملون الخسارة؟ وكيف تكون العملية السياسية ديمقراطية إذا لم نتخلص في العراق من سطوة الحكومات التوافقية وما تحمل من منافع متبادلة بين الفرقاء على وزن احميني وأحميك اشتقاقا من مفهوم الحماية الفاسدة؟ الكاتب يختتم مقاله بالتساؤل
أي عرف متخلف هذا الذي قسم المناصب الحكومية بين سني وشيعي وكردي وتركماني ومسيحي كلداني؟ وكأن هذه التوصيفات الحصصية هي قدر العراق الذي ينبغي أن لا يخرج عنه إلى فضاء الانتماء الوطني المدني، ولتذهب الكفاءة إلى الجحيم. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران والتي طالت محافظ البنك المركزي الإيراني ستطل أيضا نائبا في البرلمان العراقي الجديد. وأشارت الصحيفة أنه منذ العام 2005 كان كثيرا من المشرعين العراقيين متهمين في قضايا فساد وانتهاك جنسي، واضطر كثيرون منهم للفرار خارج العراق. وبالنسبة إلى شخص كأراس حبيب رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الإسلامي، فإن فضيحته كانت سريعة، وذلك بعد أن أدرج على لوائح الإرهاب. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت أراس حبيب وثلاثة آخرين من فيلق القدس الإيراني على لوائح الإرهاب بتهمة استخدام بنك البلاد الإسلامي الذي يديره لتحويل أموال بين طهران وحزب الله اللبناني، الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية منذ وقت طويل، كما أن طهران ترى فيه جزءا من جهازها العسكري والسياسي. القائمة السوداء الأمريكية التي صدرت مؤخرا أكدت كيف يمكن أن تكون العلاقة بين العراق وأمريكا وإيران أكثر سلاسة رغم العداء الكبير والواضح بين واشنطن وطهران. فحبيب ترشح عن قائمة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الذي تدعمه أمريكا بوصفه سياسيا معتدلا، رغم أن قائمة العبادي لم تحقق الكثير انتخابيا. ومن ثم فإن العراق بانتظار عملية معقدة لتشكيل ائتلاف حكومي يمكن له أن يرشح رئيس الوزراء. تقول الصحيفة إنه في حال ثبتت الادعاءات ضد حبيب، فإن ذلك يوضح أيضاً كيف تستخدم إيران المؤسسات الضعيفة في العراق لتعزيز مصالحها في المنطقة في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. لقد دخلت إيران في الهيكل السياسي العراقي من خلال شخصيات استفادت طويلاً من الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه طهران لمحاربة صدام حسين. الصحيفة تشير إلى أن حادثة أراس حبيب تذكر بحادث مشابه أزعج الولايات المتحدة عام 2007، ما يؤكد أن واشنطن قد أخطأت التقدير بشأن ديمقراطية العراق الناشئة. ففي ذلك العام تم اكتشاف شخصية برلمانية عراقية كانت متهمة بتفجيرات إرهابية في الكويت في ثمانينات القرن الماضي، وهو جمال جعفر محمد المعروف باسم أبو مهدي المهندس، والذي فر إلى إيران بعد اكتشاف علاقته بتلك التفجيرات، ولكنه عاد عقب انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 وأصبح قائدا وله نفوذ كبير في الميليشيات المدعومة من إيران. ما تحتاجه فلسطين في ذكرى نكبتها 70 هو أكثر مما يحدث من ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية على قرار ترامب في شأن القدس وافتتاح السفارة الأمريكية فيها، وعلى القتل الإجرامي العشوائي الذي تمارسه إسرائيل على الحدود مع غزة، وأيضا أكثر من الحراك البطولي الشعبي الفلسطيني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. صبحي غندور يرى في صحيفة البيان الإماراتية أن فلسطين تحتاج إلى انتفاضة شعبية شاملة تضع حداً لما حصل في ربع القرن الماضي من تحريف لمسار النضال ومن تقزيم لهذه القضية التي كانت رمزاً لصراع عربي صهيوني على مدار قرن من الزمن. المشكلة الأساس كانت وستبقى بما هو حاصل فلسطينياً وعربياً من مواقف وانقسامات وصراعات يبني عليها العدو ومن يدعمه. المشكلة هي في تنازلات عربية وفلسطينية جرت في المفاوضات والاتفاقات مع إسرائيل. المشكلة هي في انتقال الصراع من تقزيم له أساس بالقول
إنه صراع فلسطيني إسرائيلي، إلى تقزيم أكبر بوصفه صراع إسرائيل مع منظمات مسلحة. مشكلة الانقسام الفلسطيني ازدادت حدة بعد توقيع اتفاقات أوسلو، والتي ثبت بعد 25 عاماً عجزها عن تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لقد دانت السلطة الفلسطينية سياسات ترامب، لكن ما البديل الذي طرحته؟ هل أعلنت مثلاً التخلي عن نهج التفاوض لمصلحة أسلوب المقاومة المشروعة ضد الاحتلال؟ هل تمت إعادة بناء منظمة التحرير لكي تكون جبهة تحرر وطني شاملة توحد الطاقات والمنظمات المبعثرة؟ ثم ماذا لو لم يعلن ترامب القدس عاصمة لإسرائيل؟ هل كان الاستيطان قد توقف؟ وهل كانت المنطقة تعيش برداً وسلاما؟ وهل ستقبل حكومة نتنياهو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وبإنهاء المستوطنات وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المشروعة؟ الكاتب يضيف أن المراهنة في العقدين الماضيين كانت فقط على أسلوب التفاوض مع إسرائيل وعلى دور الوسيط الأمريكي، وهي كانت مراهنة على سراب وعلى أضغاث أحلام، فما هو قائم على أرض الواقع هو وحده المعيار في أي مفاوضات أو عدمها، وتغيير الواقع الفلسطيني والعربي هو الكفيل حصرا بتغيير المعادلات وصنع التحولات المنشودة في الموقفين الإسرائيلي والأمريكي. صحيفة الاندبندنت البريطانية تناولت المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين، حيث تساءل الكاتب روبرت فيسك إلى متى سنستمر في التظاهر بأن الفلسطينيين ليسوا شعبا أصيلا، وأشار إلى ما يحكيه التاريخ عن كيف كان إلقاء اللوم عليهم في نزوحهم الجماعي قبل 7 عقود، لأنهم اتبعوا تعليمات محطات الإذاعة لمغادرة منازلهم. ووصف الكاتب أعداد القتلى والمصابين الفلسطينيين في مذبحة غزة بأنها فضيحة وتحول صارخ عن الأخلاق وعار على أي جيش يقوم بها. الكاتب تساءل إذا كان قد قتل 60 فلسطينيا في يوم واحد، ماذا لو صار العدد 600 الأسبوع القادم أو 6000 الشهر المقبل؟ وإذا كنا نقبل الآن مذبحة بهذا الحجم، فإلى أي مدى يستطيع جهازنا المناعي المواصلة في الأيام والأسابيع والشهور المقبلة؟ وقال مستهجنا إن الرد الجاهز على هذه الأسئلة هو كل الأعذار المعروفة بأن حماس الفاسدة كانت وراء مظاهرات غزة، وبعض المتظاهرين كانوا عنيفين. وأضاف الكاتب أن الإشارات إلى مأساة الفلسطينيين في العديد من وسائل الإعلام تشير إلى نزوحهم قبل 70 سنة، كما لو تصادف أنهم كانوا يقضون عطلة في وقت النكبة ولم يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى ديارهم. وقال إن الكلمة المناسبة التي كان يجب أن تكون واضحة تماماً هي نزع الملكية والطرد، لأن هذا هو ما حدث للفلسطينيين طوال هذه السنين، ولا يزال يحدث في الضفة الغربية اليوم بفضل أناس مثل جاريد كوشنر صهر ترامب المؤيد لهذه المستوطنات البائسة وغير الشرعية المبنية على أراض عربية ومصادرة من العرب الذين ملكوا وعاشوا على الأرض لأجيال. وختم فسك مقاله بأن هذا الجيل القديم يموت بسرعة ولم يبق منه إلا القليل، لكن ما تخشاه إسرائيل أن هناك ملايين الفلسطينيين الذين يطالبون بحقهم في العودة إلى ديارهم بموجب قرارات الأمم المتحدة، الذين قد يظهرون بعشرات الآلاف على السلك الحدودي في غزة المرة المقبلة. وأضاف هناك أسر تعيش في غزة طرد أجدادهم من ديارهم والتي تقع على مرمى حجر من غزة نفسها، من قريتين كانتا موجودتين تحديداً
حيث توجد بلدة سدروت الإسرائيلية الآن، ولا يزال بإمكانهم رؤية أراضيهم، ومن الطبيعي أن تحن للعودة إلى مسقط رأسك. أثرت الإضافات الجديدة على فواتير الكهرباء بصورة ملموسة في تراجع إقبال الأردنيين على شراء فوانيس وزينة رمضان بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. وأكد نقيب تجارة الكهرباء والإلكترونيات رياض القيسي أن انخفاضا واضحا طرأ على اقتناء الفوانيس الكهربائية وإمدادات الإنارة الملونة التي يستخدمها الأردنيون عادة على واجهات منازلهم وتجمعات الملتقيات والخيام الرمضانية. وقدر القيسي نسبة التراجع بما لا يقل عن 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعزى القيسي ذلك إلى اتجاه شرائح واسعة للاكتفاء بتوفير احتياجات ضرورية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتواصل زيادة تعرفة الكهرباء على الفواتير ضمن بنود جديدة. وأكد بائعون في وسط عمان أن الإقبال ما زال محدودا، وهناك تفضيل لأنواع الزينة غير الكهربائية والاستغناء عن مجسمات مضاءة لأشكال الهلال والنجوم وعبارات تدل على المناسبات. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.